بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله اليوم نصل إلى باب مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. طبعا عمار يعني سيد عمار بن ياسر، هو أشهر من سمي بهذا الاسم من الصحابة رضي الله عنهم، وحذيفة أيضا، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. نعم، جمعهما الإمام البخاري لأنهما ورد لهما ذكر في حديث واحد في رواية واحدة، فلذلك ما جعل لكل واحد منهما حديثا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قدمت الشأمة فصليت ركعتين. الشام، الشام يعني. طبعا علقمة هو تلميذ سيدنا ابن مسعود، علقمة ابن قيس النخعي، النخعيون هم كوفيون، النخعيون كوفيون، إبراهيم النخعي، الأسود بن يزيد النخعي، علقمة ابن قيس النخعي، هؤلاء النخعيون هم من الكوفة، وهم تلاميذ يعني علقمة هو من تلاميذ سيدنا ابن عباس، طبعا من تلاميذ عبد الله بن مسعود. طبعا إبراهيم بن يزيد ما أدرك سيدنا عبد الله بن مسعود، أما علقمة بن قيس هو من تلاميذ سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قدمت الشام فصليت ركعتين، يعني في مسجد دمشق، ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، يعني اللهم أجلسني إلى جليس صالح، أو اللهم هيئ لي جليسا صالحا أجلس إليه. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. سبحان الله، فإذا هذا إذا الفجائية طبعا، يعني هذه فجأة، فإذا شيخ يعني جاء شيخ كبير، شيخنا معنى كبير السن يعني. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. حتى قال في رواية قال له: فظننت أن الله قد استجاب دعوتي. سبحان الله، هذا الدعاء دعاء جميل جدا، يعني سواء كان إنسان في سفر أو كان مثلا يعني في مجلس يقصده أو في سفره مثلا في طريقه يدعو إنسان هذا الدعاء، يعني اللهم يسر لي جليسا صالحا، أو اللهم يسر لي رفيقا صالحا إذا إنسان سافر لوحده مثلا، فيدعو الإنسان هذا الدعاء. وكثير ما إنسان مثلا يعني خاصة عندما أركب تاكسي يعني قل: اللهم هيئ لي سائقا صالحا نكون معه، لأنه إذا كان إنسان سيء أو كذا ربما إنسان يتضايق منه أو كذا أخلاقه تكون سيئة، خاصة إذا كان إنسان معه عائلته، فيدعو الإنسان مثل هذه مثل هذا الدعاء. قال: ممن أنت؟ يعني من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. فقلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ ها يعني أنتم أليس فيكم عبد الله بن مسعود؟ ابن أم عبد نسب إلى ابن أم عبد لم ينسب إلى والده، لماذا؟ قال: لأن هو وأمه أسلما قديما، وكانت هو وأمه يدخلان على بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولما ظهر من فضائل أمه نسب إليها. تمام، واضح أستاذ فخر الدين؟ يعني هو من فضائل عبد الله، من فضائل أم عبد الله بن مسعود، يعني يذكرون يضيفونه إلى أمه، هو مع أنه هو أبو مسعود يعني رضي الله عنه، لكن أضيف إلى أمه لأن أمه كانت يعني لها فضائل في، خاصة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبها في عند دخولها إلى بيته. أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ في رواية والوسادة، في رواية والسوادي. أو صاحب النعلين، ما معنى صاحب النعلين؟ أي صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحمل نعلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
وصاحب الوساد المخدة، هذه المخدة هذه إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام فقالوا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسوي فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويسوي له الوساد إذا نام. في رواية والسواد بدال الوساد، في رواية صاحب السواد، السواد صاحب السواد قالوا إنه يعني الذي كان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن، قال إذا سمعت سوادي أو سمعت سراري يعني سمعت صوتي فهذا إذن لك. والمطهرة طبعا إداوة التي يوجد فيها الماء من أجل الوضوء والتطهر، اسم آلة مفعلة. عندنا مطرة 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 ها عندنا يقولون مطرة، لكن نحن في العسكر نعم. وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من هو؟ سيدنا عمار. سيدنا عمار هو أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أجاره الله من الشيطان، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، يعني دعا لسيدنا عمار أن يجيره ويعيذه من الشيطان ما يتسلط عليه يعني. ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يقول أن عمار رضي الله عنه كان صاحب رشد، يعني ما سلك طريقا إلا كان طريق رشد. نعم. وطبعا سيدنا عمار فضائله كثير رضي الله عنه، يعني هو من السابقين الإسلام، من عذب في الله من طبعا أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له مناقب كثيرة وله فضائل. وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب السر، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره أو غيره، يعني حذيفة بن اليمان كان يعلم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أسماء المنافقين. وليس فيكم حذيفة. ثم قال، يعني أبو الدرداء سأل علقمة كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى. يعني أبو الدرداء في عنده مشكلة في سورة الليل. بخاري درسه باشده. ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني على القسم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيا، يعني هكذا أقرأني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أبو الدرداء أشكل عليه؟ سيأتي معنا في رواية أخرى سبب الاستشكال، أنه لماذا استشكل. قال حتى كادوا يستنزلونني، ما زال بهؤلاء حتى كانوا كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أبو الدرداء كان هكذا يقرأ والذكر والأنثى، ما يقول ما يقرأ وما خلق الذكر والأنثى، يقرأ والذكر والأنثى. الذين هم في الشام يقولون أنت كيف تقرأ هكذا الآية هي وما خلق الذكر والأنثى، قل لا أنا وما والذكر والأنثى. فما زالوا به يقول لا وما خلق الذكر، حتى أراد أن يخطئ نفسه يقول لا أنا خطأ وأرجع عن قراءة التي قرأتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قال له علقمة هو اطمأن، يعني أنه هكذا يقرأ عبد الله بن مسعود. فقراءة عبد الله بن مسعود وقراءة أبو الدرداء هي هكذا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. طبعا هي قراءة، ليس قراءة ليست بالمتواترة وليست بالمشهورة، إنما يقول هي قراءة شاذة. طيب كيف إذن كان يقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو الدرداء هذه القراءة؟ قالوا لم يبلغهم أنها نزلت في مرة أخرى وما خلق الذكر والأنثى،
يعني العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت هي عليكم السلام وما خلق الذكر والأنثى، كما كان عبد الله بن مسعود يظن في مسألة المعوذتين، كان سيدنا عبد الله بن مسعود يظن أن المعوذتين ليس من القرآن، لذلك ما كانتا في مصحف عبد الله بن مسعود، هو يقرأهما ولكن ليست في مصحفه، لأنه كان يظنها أنها من الدعاء، ما كان يظنها من القرآن. النسخ هذا يقول النسخ، يعني يقول نسخت القراءة الأولى وأثبتت هذه القراءة الثانية. فلذلك عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء لم يعلما بالنسخ، فبقوا يقرؤون هذه القراءة. إذن لماذا يقول أبو الدرداء لعلقمة هذا الكلام، أليس فيكم فلان وأليس فيكم فلان وأليس فيكم فلان، لماذا يقول له هذا الكلام؟ قال هو كأنه يعني فهم منه أنه أراد أن يتعلم منه، أراد أن يتعلم منه، أراد أن يطلب العلم، قال أنت لماذا تطلب العلم من عندكم العلماء؟ يعني الأصل أن الذي يرحل من بلد إلى بلد لازم أول شيء يأخذ علم بلده ثم يرحل إلى بلد آخر، فقول أنت ما تحتاج إلى الرحلة. أنت ما تحتاج إلى الرحلة، عندكم من هم علماء، عندكم عبد الله بن مسعود، عندكم عمار، عندكم حذيفة، هذا يعني يكفي هؤلاء عندكم في بلدكم، فلماذا أنت تطلب العلم عند غيرهم؟ يعني أليس فيكم هؤلاء؟ لذلك كان السلف الصالح يكرهون لأحد أن يرحل من بلده ليطالب العلم قبل أن يستوفي ما عند شيوخ بلده. أو يقول له، قال له أحد، قيل لأحد أظن أتباع التابعين، قيل له أريد أن أرحل، قال كتبت عن شيوخ بلدك؟ قال لا، قال اكتب عن شيوخ بلدك ثم ارحل، خذ علم أهل بلدك ثم ارحل، تعرف تحصلهم يكون عندك كالأساس. هذا دائما نقول نحن طلاب العلم المبتدئين، أنه أنت أسس في علومك ليكون عندك أصول في العلم ثم تبني عليه. بعض الناس يأخذ هكذا هكذا هكذا، ما يعرف كيف يطلب العلم يعني، فبعد ذلك يضيع. وهذا حصلت لنا أيضا، يعني نحن في بداية الطلب يعني حصلت لنا، يعني نسمع هنا درس نذهب إليه، نسمع هنا درس نذهب إليه، هنا درس نطير إليه وهكذا. فقال لنا أحد الأساتذة، الله يجزيه الخير ويبارك فيه، يعني هو الله نفعنا على يده، قال هكذا لا يكون العلم، إذا كل درس تسمعون به، هنا درس يقرؤون قليلا، هنا درس يقرؤون قليلا، هنا يقرؤون قليلا، وهكذا أنتم ما تحصلون العلم، لازم أنتم تجلسون مجلسا واحدا وتضعون منهجا وخطة، عند ذلك تكونوا يعني تفلحون. طبعا هذا كان من توفيق الله عز وجل، ليس من كسبنا يعني. فسبحان الله جلسنا عند مشايخ معينين في فترة طويلة، قرأنا كتب كثيرة، نفعنا الله بهم. أما سبحان الله لو كان إنسان يبقى هكذا يذهب هكذا، هذا مشكل يعني. فلازم إنسان يأخذ علم عن الأناس معروفين يعني، يثابر يلازمهم. وكان علقمة ممن لازم ابن مسعود رضي الله عنه، لازمه أشد الملازمة، وسيدنا ابن مسعود كان ملازما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الملازمة، لذلك كان بشدة الملازمة، ملازمة عبد الله بن مسعود بأنه صاحب النعلين وصاحب الوساد وصاحب المطهرة، يعني هذا يقتضي ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يستره إذا اغتسل يدخل إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في حديث سيدنا أبو موسى ربما سيأتي معنا في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أظن سيأتي معنا، نعم سيأتي معنا هذا، تمام. أيضا سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا حذيفة، طبعا هما لكل واحد منهم خاصية. طيب الإمام البخاري ما ذكر فيهما شيئا؟ ذكر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مناقب عمار، وذكر في مناقب حذيفة، قال لم يصح منها على شرطه، لم يصح منها شيء على شرط الإمام البخاري، لذلك ما أخرج إلا هذا الحديث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة،
قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان يعني عمارة؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والسرار؟ ها هنا جاء السرار. قال له أنا يعني إذنك علي إذا سمعت صوتي، يعني هذا صاحب السرار يعني. قال قلت بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى هكذا يقرأ؟ قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ما اسم أبي عبيدة؟ عامر، عامر بن عبد الله بن الجراح، فهو منسوب إلى جده ومشهور بكنيته، يعني منسوب هو إلى الجد ليس إلى الأب، فهو أبو عبيد، هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح، فالجراح جده، تمام، واسمه عامر فاشتهر بكنيته. طبعا سبحان الله سيدنا أبو عبيد ابن الجراح يعني لماذا أخره الإمام البخاري إلى هنا مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، وقدم ذكر من ليسوا من العشرة كعبد الله بن عمر وعمار وحذيفة والحسن وغيرهم، أسامة أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول الإمام حجر رحمه الله تعالى السر في تأخير أبو عبيدة الظاهر أن هذا ليس من ترتيب الإمام البخاري، وإنما الإمام البخاري هو جمع ورقات ثم جاء من رتب هذا الترتيب، وإلا كان ينبغي أن يذكر أبو عبيدة عند بعد سيدنا عمر، لأن سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأمر من بعده لأحد لمن ترين أنه جعله؟ قالت لي أبي بكر. قال ثم من؟ قال ثم لعمر. قال ثم من؟ قال أبو عبيدة. ومشهور أبو عبيدة رضي الله عنه في تقدمه، وقال سيدنا عمر رضي الله عنه لو كان يعني أبو عبيدة حاضر يعني أنا ما عدلت به أحدا، ولكن استشهد سيدنا أبو عبيدة في الطاعون. فلذلك يعني سيدنا أبو عبيدة هو من التقدم في الإسلام وفي الفضائل ما يجعل بعد الشيخين لو كان حيا يعني. طبعا هو شاهد المشاهد كلها، شاهد بدر وكل المشاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقال أنه هو قتل والده، يعني هكذا يذكرون في الكتب، ويقول فيه نزل قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، يقولون نزلت في أبي عبيدة، والله أعلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمينا، عفوا لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أيتها الأمة، طبعا هذا أيتها الأمة، أيتها الأمة إذا كان أيتها الأمة يكون نداء، إذا كان أيتها الأمة فيكون منصوب على الاختصاص، يعني أخص هذه الأمة من بين الأمم. عندي لكل أمة أمينا، ها قال هذا، وفي رواية لأبي ذر أن لكل أمة أمينا، نعم ممكن، نعم. وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. من هو الأمين؟ الأمين من هو؟ هو الثقة الرضا، الثقة العدل الرضا. طبعا الصحابة كلهم ثقات وعدول ورضا، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فلماذا أبو عبيدة إذن له خاصية تميز بها عن غيره؟ بعضهم يقول إنه هذا الذي يعني الذي كان بسببه أنه سمي أمين أنه قتل والده، لكن الله أعلم بصحة هذا الكلام يعني. يعني والأمر الثاني أنه سيدنا أبو عبيدة الظاهر تميز في شيء هو له خصية الله أعلم به، الله أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم به، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر خصائص أصحابه، أرحم أمتي بأمتي أبي بكر وأشدهم في دين الله عمر وأشدهم حياء عثمان
وأقرأهم أبي وأفرضهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. هذه خصائص كان. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف خصائص أصحابه ولا شك، كان يؤمر هذا ويقول لهذا أنت لا تصلح للإمارة. وأبو ذر عندما جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يعني ماذا، إنها أمانة وإنها مع المسؤولية يوم القيامة، وإني أراك ضعيفة وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. فإذا هو يعرف أن أبو ذر ليس يعني لا يصلح للإمارة، لا تأمرن على اثنين. نعم. وعندما جاء وفد نجران كما سيأتي معنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا بعثن عليكم أمينا حق أمين، يعني متمكن في هذه الصفة. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه، يعني كل واحد من الصحابة أراد أن يكون يلقى هذه الصفة، يعني يأخذ هذا اللقب أمينا حق أمين. فلذلك عندما طلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أمينا بعث معهم سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. باب ذكر مصعب بن عمير وما ذكر فيه شيئا، فلعله بيض له ليلحق فيه شيئا فما تيسر. وقد تقدم ذكر سيدنا مصعب فيما مضى أنه في باب الجنائز في حديث أنه من سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه عندما قال أنه منا من مضى وقع أجره على الله ولم يأكل من هذا الفيء شيئا، ومنا من تأخر حتى أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني هو يأكلها وينميها ويقطفها. فكان ممن ذكر أنه ممن يعني مضى ووقع أجره على الله سيدنا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير الذي عندما استشهد ما وجد ما يغطى به، يعني هذا الكساء الذي إن غطي وجهه بدت قدماه وإن غطيت قدماه بدا وجهه. نعم. طبعا سيدنا مصعب بن عمير هو أول من قدم إلى المدينة ليعلم الناس القرآن، هو أول من دعا إلى الله سبحانه وتعالى فيه، وكان شابا وسيما جميلا مترفا منعما، فترك كل هذا من أجل الإسلام. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. المعانقة هو أن يضع الإنسان العنق على العنق، يعني هذا التزام يعني. طبعا الحسن يعني ذكر الحسن كانوا يعني كل دال على اسمه، يعني فكانوا منزلة الحسن أعلى من منزلة الحسين. طبعا والحسن أكبر من الحسين، بينهما سنة، بين سيدنا الحسن ولد في السنة الثالثة، سيدنا الحسين ولد في السنة الرابعة للهجرة. وكلاهما كان شهيدا، كلاهما كان شهيدا، فالحسن مات مسموما يقول من قبل الحجاج، بعث أحد سمه، والحسين معروف مقتله وسيذكر هنا أيضا. حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد. الله أكبر. سيد هو الكبير في القوم، المصلح الذي ينبغي أن يطاع، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. إذن سماه الله عز وجل المسلمين يعني طبعا. وهذا عندما حصلت الفتنة في القتال مع سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهم، وحصل وآل الأمر بعد مقتل سيدنا علي إلى الحسن رضي الله عنه، فبويع بالخلافة
ونعقد له الخلافة 6 أشهر. نعم. ثم تنازل بالخلافة لمعاوية، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، بعد أن تفرق الناس وصار في فتنة سيدنا عثمان وقتل سيدنا علي وحرب الخوارج ومعركة الجمل وصفين في ومعركة سيدنا علي يعني مع في مع الصحابة ومع سيدنا معاوية ومع مع الخوارج، ثم بعد ذلك مقتل سيدنا علي، وهذا كله كان في فرقة وخلاف. يعني لما وصل الأمر إلى سيدنا الحسن قال إذا يرى الأمر في اجتماع الأمة، الأمر في اجتماع الأمة أولى، فتنازل عن الخلافة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيدا، وأصلح الله بسببه بين الناس، اجتمعت كلمة الأمة على سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه. مر معنا أنه كان أشبه الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أيضا. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن، يعني يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي رضي الله عنهما، ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. الله أكبر، ما هذه الفضيلة عظيمة، يعني يقول يا رب أنا أحب أنت أحبهم أيضا. طلب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مجاب، ولا شك أن الذي يحبه رسول الله يحبه الله سبحانه وتعالى، والذي يحبه الله يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. جيد هذه، أو كما قال. يعني اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. هل قال الله اللهم أحبهما؟ لأن في رواية اللهم أحبهما اللهم أحبهما فإني أحبهما، اللهم أحبهما فإني أحبهما. في الخطبة عندما قرأ حديثا إمام يقول فيما قال أو كما قال، فيما قال أو كما قال، هذا كثير من الصحابة يقول إن لم يكن كذلك فكشبهه، إن لم يكن بهذا اللفظ فكشبهه، أو كما قال، أو احتياط. نعم، في الرواية، لأنهم كانوا إنما يعني ربما يحدث من حفظه، فيخشى أن يكون مثلا بدل أو غير. فلذلك العلماء ماذا يقولون؟ إذا كان يقرأ من الرواية، يعني في رواية أمامه، ما لا ينبغي أن يعني خلاص، يعني الرواية خلاص موثوقة، يعني أن الراوي لم يشك. أما هذا كان قبل التدوين، فإذا إنسان مثلا حدث من حفظه وكان يعني أشكل عليه اللفظ، فيقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأجل أن لا يكون من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثني جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين. عبيد الله بن زياد طبعا هذا المجرم هو من توابع يزيد حسبي الله ونعم الوكيل، الله أعلم. يزيد بن مالك؟ لا، ليس يزيد، عبيد الله بن زياد هذا من توابع يزيد بن مالك. نعم، يزيد معاوية. أتي عبيد الله بن يزيد ابن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في طست فجعل ينكت. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أخذ في رواية قضيب وأصبح يفعل هكذا في رأس الحسين، وقال في حسنه شيئا، أنه ما أجمله، يعني ما أجمل هذا الوجه يعني. فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوما بالوسمة، يعني شعره أو يعني ولحيته كان خضبهما، خضبهما بمعنى صبغهما، صبغ قريب من السواد، يعني ليس أسود لكن هو مائل إلى السواد. ولماذا نحن لا نصبغ هذه الأيام؟ يعني ما زلنا شبابا وأسرع إلينا الشيب، فيظن نساؤنا أن صرنا كبارا، لا ينبغي لنا أو لا يجوز لنا التعدد. بالوسمة. الوسمة هي عبارة، ماذا يقول هنا؟ اقرأ. ما يميل إلى السواد. نعم، هو قال وكان أي كان شعره ورأسه ولحمه مخضوما بما يميل إلى السواد.
في أحد الأساتذة، أحد الدكاترة الذي قرأت عليه، رجل عالم يعني، يقول إنه يعني في أنواع من الصبغ له درجات، يعني في درجة ليس أسود لكن قريب منه، فكان يصبغ به يعني، فقال هذا ليس أسود، وهذا حديث هذا، وكان يصبغ بالوسمة، معناه يعني إذن المنهي عنه ما هو؟ هو الأسود، لكن إذا كان قريب من الأسود ليس أسود ما في مشكلة. سبحان الله، وجدت أنه أيضا يعني بعض الدهون التي تدهن بها الشعر وكذا، إذا وضعت على الشعر كان فيه قليل من الشيب لا يرى الشيب، يعني أنت ضع ماء مثلا، عندما مثلا يمسح بالماء يجد أنه الماء يغطي البياض، يعني اللمعان، لمعان الماء. وكذلك بعض الدهون هي لهذا، إذا إنسان يضعها يغطي هذا، يغطي البياض، يختلط بالسواد يعني، بسبب اللمعان، لمعان السواد يطغى على لمعان البياض. يعني ما هذا الذي يعني حصل بالأمة؟ يعني كيف تغلغل هؤلاء إلى السلطة وإلى بذلك؟ تكلم الناس كثيرا في يزيد وفي أشياء، بعضهم يقول رضي، بعضهم يقول لم يرضى، ويقول له أمر، بعضهم يقول لم يأمر. فتنة، كانت فتنة كبيرة. لذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يتعوذ من هذا العام، اللهم إني أعوذ بك من أن أدرك إمارة الصبيان وعام الستين، عام الستين الذي كانت فيه إمارة يزيد وقتل بعد ذلك سيدنا الحسين. طبعا الحسين قتل 61. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي، أي أفديه بأبي، يعني شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. يقولون أن فاطمة رضي الله عنها كانت تقول هذا الكلام أيضا، كانت تلبس الحسن لباس جميل وترقصه هكذا وتقول بأبي بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. قال فإما هذا من التوافق، يعني توافق سيدنا أبو بكر سيدنا فاطمة، أو هو أخذ أحدهما على الآخر. لذلك كان أشبه الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه. طبعا يعني ذكروا من الذين أشبهوا النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة عشرة أشبهوا النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سيدنا جعفر وابنا سيدنا جعفر عبد الله وعون والحسن والحسين ومسلم بن عقيل بن أبي طالب، وبعضهم كانوا يقولون علي عقيل يعني، أيضا أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقول السائب بن يزيد، السائب أيضا كان يشبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين ممن كان يشبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يعني ذكروا أكثر من 15 رجلا ما بين الصحابة والتابعين الذين أشبهوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقولون أنه مثلا يعني هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم الشيخ محمد. أهلا وسهلا، تفضل. ما شاء الله، شكرا لكم أستاذي، جزاكم الله خير. ها، بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير سيدي. أهلا وسهلا بكم. نعم، صحفة 217. قال حدثنا يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني راعوا حرمة آل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحن ننظر في
يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن نحن لنا أن نؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ يكون ذلك بأن نؤدي حقوق أهل بيته. والبيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني سبحان الله يعني لا تراعى حرمتهم ولا يراعى حقوقهم. فإذا كان إنسان يحب أن يراعي حق النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حق أهل بيته. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبره هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس قال أنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. طبعا سيدنا الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. بعض العلماء يقول أنه كيف ذكروا أنه الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم والحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مشهور أنه الحسن هو الذي يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم أن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من صدره إلى فوق، والحسين من صدره إلى الأسفل، فكلاهما له شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأكثر على أن الحسن هو الذي كان يشبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ابن سيرين كما قلنا من قبل كان إذا أحد جاءه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صفه لي، فقال أحدهم هو كالحسن ابن علي، قال فلقد رأيته، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب. إذا إنسان إذا قتل ذبابا وهو محرم ماذا عليه؟ في بعض الروايات أنه أيضا سألوه إذا أصاب دم البرغوث أو دم الذباب أو البعوض ثوب المصلي ماذا عليه؟ فسألوا عبد الله بن عمر أهل العراق أهل الكوفة عن شيئين عن أمرين، سألوا عن الذباب يقتله المحرم، وسألوه عن دم البعوض إذا أصاب ثوب الإنسان ماذا عليه. وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. يعني هو سيدنا عبد الله بن عمر ما أجابهما، قال أنتم تسألون عن أمر بسيط وأنتم ارتكبتم أكبر الكبائر. طبعا هم لم يكونوا السائلين يعني، لكن كان عند أهل العراق تشدق يعني، يعني ما أنتم تنظرون إلى ما فعلتم، تنظرون إلى الأمور الخفيفة. طبعا الذباب إذا قتله المحرم أو غيره من هذه الهوام لا شيء عليه، يعني لا شيء على الإنسان إذا قتل شيئا من الهوام، نمل أو مثلا ذباب أو كذا، وخاصة الإنسان في بعض الأحيان يكون يعني بلا شعور مثلا يقتل مثل هذه الأشياء يعني، يعني هذه الأشياء إذا قتل الإنسان لا شيء فيه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين؟ قال هما ريحانتايا من الدنيا. ما معنى الريحانة؟ هي الورد التي يشمها الإنسان. وأنا ما رأيت ما يعني فهمت أنه كيف هما ريحانتاي حتى جئت إلى تركيا. فكان لنا جارة كبيرة في السن تأخذ أولادنا فتشمهم هكذا. يعني فالشم والتقبيل هو يعني من المحبة، وال يعني الأم التي لها شوق إلى ولدها تشم رائحته وتشم رائحة ثيابه. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، يعني معنى أنه أنا طيب رائحتهما كطيب ريحة الرياحين عندي. وهذا قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعليق على سؤال وجه إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقبل الحسن والحسين ويضمهما إليه، يعني يشمهما النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهما، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يعني معنى ما لا أفعل ذلك وهما ريحانتاي من الدنيا. باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. نعم، طبعا سيدنا بلال بن رباح هو من الحبشة ويقال من النوبة قريبة من الحبشة، ولكن الأشهر على أنه من الحبشة. مولى أبي بكر رضي الله عنه، لماذا كان مولى أبي بكر؟
لأنه هو الذي أعتقه. فلذلك إذا المولى يطلق على المعتق والمعتق، إذا أعتق إنسان آخر يقول هو مولى، وإذا أعتق يقال له مولى أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. ما معنى الدف؟ دف هنا الصوت، يعني صوت المشي، صوت المشي مثل خشخشة. يعني إذا كان أنت مثلا تمشي في مكان فيه أوراق من الشجر ساقطة وتمشي فوقها يسمع صوت، لذلك خشخشة صوت المشي هذا يسمى دف، مثل صوت الدف. يعني لكن إذا كان له جلاجل هذا يكون له صوت هكذا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله عنه، أنا يعني رأيت سمعت صوت دف عليك في الجنة، يعني صوت مشيك في الجنة. ماذا نلت على هذا؟ بأي شيء يا عثمان؟ قال إنه كان ما يصلي ما يتوضأ إلا يصلي ركعتين. قال أنا ما أحدثت إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين. يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما أرجى عمل يمكن أنت ترجوه حتى أنك كنت في الجنة، فقال هذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدري قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. الله أكبر. يعني السيد هو الإنسان الكبير صاحب المكانة العالية، وهذا سيد، وهو الإنسان المطاع الذي يطاع أمره ويسمع لقوله. طبعا سيدنا أبو بكر كان سيدا، فمن السيد بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أبو بكر رضي الله عنه؟ وهذا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني ما كلام إنسان مثل أحد الصحابة أو هذا، كلام الكبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني إنسان كنت دائما أقول أنا كيف إنسان مثلا يقول مثلا يذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، مثلا يقول محمد مثلا، هذا ما فيه أدب. يعني تصور أنه سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عن سيدنا أبو بكر هو سيدنا، وهما كلاهما صحابيان وكلاهما لهم سوابق في الإسلام، ويقول عن بلال سيدنا، يقول أنه سيدنا عمر رضي الله عنه يقول هذا في باب سيدنا أبو بكر على الحقيقة، وسيدنا بلال في المجاز يعني. ولكن هذا دلالة على مكانة سيدنا بلال رضي الله عنه أيضا. فلذلك يعني الإنسان لازم يتأدب مع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما توفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال سيدنا أبو بكر أن يخرج من المدينة، ما أراد أن يقيم في المدينة، وأراد أن يبقيه عنده للمشورة أو للشيء أو كذا يعني. وبعض العلماء يقول أراد أن يرسله إلى عمل، يعني أن يستعمله في شيء يعني. قال له سيدنا بلال: إذا كان اشتريتني نفسك، يعني أنت اشتريتني من أجل مصالحك، تمام اتركني عندك، وإذا كان اشتريتني لله وإنما أعتقتني لله عز وجل اتركني لا تقيدني يعني. طبعا سيدنا أبو بكر رجاه رجاء ولم يأمره يعني بسبب الإلزام أو يرى أنه له من عليه وفضل، لا. وبقي سيدنا بلال عند سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حتى توفي سيدنا أبو بكر، ثم استأذن بلال رضي الله عنه سيدنا عمر فذهب إلى الشام. طبعا سيدنا بلال رضي الله عنه يعني دفن في الشام، مات في الشام ودفن في الشام، وهناك خلاف في قبره، يقول إما في باب الصغير، في مقبرة باب الصغير، وإما في معهد الفتح الذي تعرفونه. والإمام النووي رحمه الله تعالى يرجح هذا المكان مع أنه في معهد الفتح، معهد الفتح الإسلامي. ومر معنا نحن في ما مضى أنه عندما في باب الجهاد وفي باب الغنيمة، عندما صار كلام بين سيدنا عمر وسيدنا بلال رضي الله عنه في أراضي العراق،
أنه سيدنا عمر يريد أن يقسم، يريد أن يبقيها عند أهلها ويأخذ منهم الخراج، وسيدنا بلال يريد أن يقسمها، فقال سيدنا عمر: اللهم اكفني بلالا وأصحابه. فذهب بلال إلى الشام ومات في الشام. أما ما يذكر أنه سيدنا أبو بلال رضي الله عنه رجع في عهد سيدنا عمر وأذن وضجت المدينة وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث، يقول هذا ظاهر لا يصح. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عبد الله، سبحان الله صار علم، يعني عبد الله ابن عباس علم بالغلب، يعني مع أنه أولاد سيدنا العباس يقولون كم 10 أولاد العباس بين بنات وذكور وإناث يعني، ومع ذلك سيدنا عبد الله بن عباس هو أخذ الاسم يعني اللقب يعني ابن عباس، إذا أطلق فهو المراد هو عبد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال: اللهم علمه الكتاب. الحكمة هي يعني القول الصواب، يعني أن يهدى إلى القول في أن يصيب في قوله، فهذه الحكمة. وبعضهم يقول إذا نحن أخذنا أنه كلا الروايتين ثابتتين، يعني أنه اللهم علمه الكتاب والحكمة، يعني بمعنى اللهم علمه القرآن والسنة يعني. وقد يعني مشهور على الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا هو ليس في الصحيحين هذا الحديث، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي غير الصحيحين، لكن أظن البخاري ذكره معلقا. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله: والحكمة الإصابة في غير النبوة، أن يقول قولا صوابا من غير أن يكون نبيا، أي يوفق ويلهم الصواب. كنت أسمع مشايخنا كثيرا ما يقولون ويدعون هذا الدعاء: اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب، اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل والخطأ، وجنبنا الزلل والخطأ. وكان أستاذنا الدكتور نور الدين حفظه الله تعالى وعافى يقول، كان كثيرا ما يقول: قولوا اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. إذن هذا أيضا دال على فضل سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بحديث خالد رضي الله عنه. طبعا هم ما ذكر مناقب لابن عباس، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مناقب لابن عباس رضي الله عنه، ولكن لما لم تكن على شرط البخاري ما ذكرها. منها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابن عباس رضي الله عنه ونام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبح هذا الفتى شيخ قريش، لقد أصبح هذا الفتى شيخ قريش، يعني على فهمه مع أنه صغير يعني. ومر معنا أنه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يصحبه في مجالسه مع صغر سنه، وكيف اعترض الصحابة رضي الله تعالى عنه على اصطحابه يرحمكم الله. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كشف الله تعالى له ساحة معركة القتال في مؤتة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القتال، ورأى كيف أنه قتل فلان قتل فلان قتل فلان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب يعني، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وقتلوا هؤلاء على الترتيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يحكي هذا بعد قتل هؤلاء الثلاثة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لمقتل هؤلاء الصحابة، لأنه جعفر هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد
هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة هو شاعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. من هذا السيف؟ هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. في رواية: حتى أخذها خالد من غير إمرة، يعني غير أن يؤمر، لما رأى قتل هؤلاء هو أخذ الراية وأصبح يقاتل حتى فتح الله له على يديه. وإن شاء الله هذا يأتي في باب المغازي. طبعا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه استعمله بعد ذلك سيدنا أبو بكر، استعمله سيدنا عمر رضي الله عنه، وسيدنا عمر بعد ذلك عزله، قال: لا لتهمة في دينه، لكن لأمر مرة أخذناه. لا، بعضهم يقول أنه حتى لا يقال أن النصر من عند خالد، بل يقول هناك أسباب أخرى أيضا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عزل سيدنا خالد من أجلها، وبقي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في الجهاد حتى توفي، على الأصح والأشهر أنه توفي في حمص، على الأصح والأشهر أنه توفي. قال دحيم هو من شيوخ البخاري أظن، يعني يقول أنه دفن في البقيع، ويقول الإمام بن حجر رحمه الله تعالى: غلط دحيم في قوله أن خالدا دفن في البقيع، وإنما الظاهر، أنا كنت أظن هذا قول قوي والله، يعني كنت أظن أنه سيدنا خالد دفن بالبقيع قول قوي، ولكن يقول العلماء أنه الأصح أن سيدنا خالد رضي الله عنه دفن في حمص. وقد قال نزار: ألا يا ابن الوليد ألا سيفا تؤجره، فإن سيوفنا قد أصبحت خشبا. يعني أعطنا سيفك فأجرنا سيفك، لأن سيوفنا لم تبقى فاعلة في رقاب العدو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الجهاد في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، ويرزقنا اللحوق بركب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، واجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.